الكثير من المضاعفات غير المحمودة التي يحملها مرض السكري لجسم المريض، ويعتبر اعتلال شبكية العين السكري واحدة من تلك المضاعفات الخطيرة، والتي سنبحر في تفاصيل أكثر عنها مع الدكتور رمزي، استشاري وجراح العيون في مركز مورفيلدز للعيون أبو ظبي. بداية الدكتور، خبرنا عن تعريف اعتلال شبكية العين السكري، تعريفه ووصفه الطبي ما هو؟ اعتلال الشبكية عند مرضى السكري هي نتيجة لتسرب وانسداد الأوعية الدموية الموجودة بالعين، هو هذا الأساس. هل ممكن أن تظهر بعض الأعراض اللي يشعر فيها المريض بأنه مصاب بهذا المرض؟ هل من أعراض عامة تظهر على المريض أو حتى بالنسبة للرؤية دكتور؟ طبيعي أنه في أعراض بتظهر عند المريض، والأعراض يلي بتظهر هي ضعف النظر. هلأ الأعراض ما بتصير وقت يكون بعده اعتلال الشبكية، بعده مبكر يعني بأول مراحله. بس وقت يصير بالمراحل المتقدمة أكيد هو عدم رؤية وضعف النظر. ضعف النظر، هيدا مشان هيك بيروح الواحد عند طبيب العيون، لأنه في عنده ضعف بالنظر. كيف يمكن تشخيص المرض دكتور عندكم وفي عياداتكم؟ التشخيص بيصير عند طبيب العيون، ما بيصير عند طبيب تاني. أكيد بيروح عند حكيم العيون اللي عنده ضعف بالنظر. بالأول بنعمل قوة النظر، نشوف قد ايه بيشوف المريض، وبعدين بنوسع الببو تنشوف الشبكية. ومن زمان كان الواحد ما عنده هالمكانيات الموجودة هلا والقوية الموجودة هلا، كان الحكيم هو يلي يشخصها بمجرد ما يطلع على الشبكية، يشخص إذا في عنده اعتلال شبكية ولا لا. بهالأيام كل شيء تقدم والطب تقدم كثير، مشان هيك صار في عندك يعني معدات مختلفة، وهالمعدات مثل الـ OCT بيبين على المزبوط إذا صحيح في عنده اعتلال شبكية، صحيح إذا في عنده رشح على مركز البصر. وأكيد وقت يكون السكري متقدم والاعتلال كمان متقدم، بحاجة إلى أنجيوغرافي حتى يشوف الواحد إذا حالة الأوعية الدموية بالعين، نشوف كيف هن إذا في أوعية جديدة ولا لا. أهم شيء إنه السكر يكون عند المريض منتظم، هو الأساس. مشان هيك خصوصا بالإمارات هلا في عندك مشاريع مهمة، في عندك برامج مشان توعية مرضى السكري، حتى إذا الواحد في عنده اعتلال الشبكية يقدر يعالجه من الأول، مش ينطر حتى يتقدم، بتصير بعدين علاجه أصعب بكثير. دكتور، فرضا المريض لم يخضع للعلاج، المريض تأخر باستشارة الطبيب، ما المتوقع أن يحدث للمريض؟ أكيد النظر بده يرجع لورا والاعتلال بده يتقدم كثير، وبيوصل لوقت بتصير الرجعة صعبة. دائما بحيالله مرض لازم الواحد يلحقه بأوله، كل ما تأخر كل ما العلاج بيصير أصعب، وفي كثير أمراض ما بتقدر بعدين ترجع للأول. تحدث دكتور عن تعريف المرض، تحدث عن تشخيص المرض، لكن ما هي الطرق علاج هذا المرض اعتلال شبكية العين السكري؟ هلأ في كلاسيفيكيشن لهالمرض حسب المريض والمرض بأي مرحلة. ساعتها في علاج لأنه هلأ بالمرحلة الأولية مش بحاجة لعلاج أبداً، بس بحاجة لتنظيم السكري، وبحاجة لفولو أب عند حكيم، عند طبيب العيون مرة كل 3 شهور حسب الحالة. إذا تقدم وصار في عندك رشح على مركز البصر والمريض بلش يحس إنه نظره عم يرجع لورا، ساعتها فيها العلاج يلي كان بالأول نعمله من الليزر. بالوقت الحاضر في عندك نوع من الأدوية تحقنها بقلب العين، وهيدي بينت حسب الستاديز الموجودة بالعالم إنه عم بتوصل لنتيجة، وعلى القليلة عم بتخفف وعم بتوقف تطور هالاعتلال الشبكي. الوقاية خير من قنطار علاج دكتور، وهذا لا شك به. كيف يمكن أن نقي أنفسنا، والشخص المصاب بمرض أو داء السكري كيف يقي نفسه من هذا المرض؟ أنا بعتقد هذا دور الطبيب السكري، وأكيد بعدين طبيب العيون، إنه يخبر المريض ويثقف المريض عن هالمرض وعن تطور هالمرض، ومن الأول لازم الواحد يجرب
ينظم السكري، ينظم حياته على أساس.